محمد، كأنه الحياة عادت إلى طبيعتها عندكم في كييف. لا لا، دعني اقول لك، يعني العاصمه كيف الحمد لله، يعني من بدايه منتصف ابريل حتى الان يعني تشهد هدوء تام، يعني لم يشوبها الا عند زياره الامين العام للامم المتحده عندما قصفت روسيا احد المناطق بالعاصمه كيف، وهذه كانت رساله يعني مقصوده موجهه للامين العام للامم المتحده للاسف يعني. فبالتالي الحياه الان بدات تعود تدريجيا الى طبيعتها، هناك تقليص في ساعات منع التجوال على سبيل المثال من الساعه 11 ليلا حتى 5 صباحا، هناك يعني الحواجز الأمنية يتم تقليصها داخل العاصمة، هناك عودة لبعض المواطنين ل20,000 مواطن تقريبا يوميا إلى العاصمة. رغم ذلك السلطات الأوكرانية تنوه على من يستطيع أن يبقى خارج العاصمة، وخاصة من لديه أطفال وأسر كبيرة، البقاء خارج العاصمة، ومن يدخلها عليه أن يعني يتكفل بموضوع الحماية والسلامة وأن يستجيب للتعليمات، وخاصة عدم تجاهل صافرات الإنذار. فبالتالي يعني الحياة في كييف لا أستطيع أن أقول عادت بدرجة 100%، ولكن أفضل مما كانت عليه في شهر مارس وشهر أبريل. والأمور ستبقى بتقديرك هكذا بغض النظر عن نتائج المعارك في الشرق في إقليم دونباس؟ يعني أنا نوهت أنه القادم مجهول، وروسيا تبحث يعني السيناريو الضائع. وهنا أريد يعني أن أزيد يعني قليلا لو سمحت لي، يعني الوضع صعب القادم حقيقة، سواء روسيا كسبت أو خسرت. إذا كسبت روسيا ستزيد أطماعها أكثر وأكثر في أوكرانيا، وقد تعود العاصمة كييف وإلى ما بعد كييف. وإذا خسرت قد تقوم بتصرف غير معقول، يعني يؤدي إلى دمار كامل في معظم المدن والقرى. كيف يعني تصرف غير معقول؟ لا لا لا، لا أقصد هنا النووي، يعني لا أقصد هنا النووي، ولكن ما أقصده يعني قد تتعرض يعني إلى قصف عشوائي شتى الأراضي الأوكرانية نتيجة ردة فعل تكون روسية. لأننا كمان يعني كما تقول بعض التحليلات والاستخبارية، يعني أنه أديسا الهدف القادم، مولدوفا الهدف القادم، يعني هناك يعني معركة طويلة الأمد. وأعتقد الآن الوقت ليس وقت مفاوضات أو وقت طرح حلول، ما دام بوتين ما زال مقتنعا كما يقول الناطقين باسمه بأنه السيناريو يدور والمعركة تدور حسب السيناريو المرسوم. يمكن فنلندا الهدف القادم بالنسبة لبوتين، يمكن السويد، الله أعلم شو في براسه هذا الزلمة. طيب خليني أعتقد الرد على فنلندا وعلى السويد آسف سيكون على الأراضي الأوكرانية. جايلها جايلة فنلندا والسويد. خليني أذهب إلى موسكو سريعا. أستاذ رامي القليوبي.